تمكين المرأة. يعني طبعا يعني السيدات في مصر يعرفوا الحكاية دي كويس أكتر من أي حتة. دي أنا منحاز جدا ده الرجالة في الحكومة زعلانة مني جدا صحيح والله. يعني كله يا يعني دكتور سؤالي بعدين يعني هتعملوا معانا ايه. أنا بكلم بجد ده احتراما وتقديرا لقدرات المرأة هنا في مصر. وإحنا مش بنقول كلام شعارات يا جماعة، إحنا بنتكلم على ممارسات بنعملها. زي ما بنتكلم على عدم التمييز، هو عدم التمييز نقوله شعار نطلقه؟ لا، ده شعار نمارسه. فالمرأة وأنا عايز أقولك إن حجم إحنا ما فيش عندنا تمييز بالنسبة للمرأة في أي شيء. يعني في التسعير في المرتبات في القطاع الحكومي يا دكتور مصطفى تمييز بين لا 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 ما عندناش ده. إحنا ما عندناش تمييز أبدا بين المرأة والرجل. طب حجم تفتكروا حجم على الأقل هتكلم على القطاع الحكومي ما يقلش ابدا عن 45% يا دكتوره هاله مش كده؟ اكتر 49 ها؟ يعني هنحول 45 يعني لما يقرب من منتصف من نص عدد العاملين من المراه في مصر. لينا برامج مع المراه المعيله والمراه اللي في الريف عشان عارفين ان هي قوه. وبالمناسبه المراه كان ليها دور كبير جدا وانا بسجله هنا دلوقتي معاكم في مرحلتين. مرحلة التحول اللي تصدت وخافت على الهوية المصرية هي المرأة المصرية، وهي اللي تقدمت وقالت لا يمكن نسمح بأن الهوية المصرية يتم فقدها تحت أي شعار. ده أول نقطة. وتصدت وهي مش عارف الكلام ده هيزعل ولا إيه، لكن هي اللي حركت الباقي. هي اللي حركت الباقي. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية لما جينا في موضوع الإصلاح الاقتصادي، أنا عايز أقول لكم في مصر صعب جدا أنك أنت تمرر إصلاح اقتصادي، يعني ده مش سهل. والتجربة اللي مرت على مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتوا خلت كل القيادات السياسية تتحسب من إصلاح اقتصادي حقيقي مس الدعم وحاجات أخرى كثيرة نتيجة ردود الأفعال المتوقعة. أنا لما جيت أعمل الإصلاح الاقتصادي أنا وجهت رسالة لمين؟ للمرأة المصرية. قلت لها من فضلك ساعديني إن أنا قلت كده، وده كلام متسجل يعني من ساعتها في نوفمبر 2016 قلت للمرأة المصرية من فضلك ساعديني إن أنا أعمل إصلاح اقتصادي في مصر من أجل مستقبل مصر ومن أجل مستقبل أبنائنا. وهذا صور أنتم شايفين رد الفعل. ما نحن فيه الآن لا هو ده المصريين ككل والمرأة المصرية بصفة خاصة. فأنا عايز أقول إن إحنا يعني رغم ده يمكن تكون من التوصيات المستدامة في موضوع يعني إعطاء دور للمرأة، لكن إحنا في مصر حريصين قوي على هذا الأمر بشكل حتى مزعج للرجالة يعني.